بسم الله الرحمن الرحيم، جيناكم من فيديو جديد من طيور العرباوي عشاء الهندي. طبعا يا جماعة الهندي معروف بان هو مناعته عالية جدا، يعني اعلى من البلدي بستين مرحلة. الديك ده عندي بتاع مضربات، بس انا لو عايز اجيب ديك تاني هندي جنبيه اعمل ايه؟ اقول لك يا سيدي تعمل ايه. بالمقص بتقص بقه سنه بسيطه لجوه، وبتجيب السلاح اللي في رجله ده بسم الله الرحمن الرحيم، بتروح جايب السلاح ده اللي هو في رجليه ده اهو بزرادية، وبتفكه. يعني ازاي بفكه؟ ازاي بتروح ماسكه بالزرادية ولفه مرتين وتروح شادد، بيخرج بروح جايب دم حاجات بسيطة، وبعد كده خلاص حط الديكين مع بعض وهيعيشوا مع بعض وهيكسروا فراخ والدنيا هتمشي والحمد لله من غير ما يضربوا بعض، لان هم هيبقوا عايزين يضربوا بس مش هيقدروا. يعني ده بص كنت قصص له بق بس سيبته، يعني حبته هنا مع الفراخ السوداء لان الناس بتحب الفراخ السوداء. هوريك دلوقتي انا بقى هعمل هنا. ومعظم الفراخ الهندي بترقد، يعني بتعشق الرقد على البيض، يعني دي ايه ما بتبيضش ولا حاجه بس هي بتعشق الرقد على البيض. انا هنا سايب ديكين مع بعض اهو، ادي ديك وادي التاني، عايشين مع بعض. وبرك هنا بص فراخ الهندي بتعشق الرعد على البيت، يعني هنا لما حاجه بترقد عندي بروح شايلها كده. انا عندي فقاسات برضه، بس بشيل الفرخه بروح موديها غرفه غير بتاعتها، وده في مكان غير المكان اللي هي فيه اصلا. هشيلهم دلوقتي وانا راجل يشيلهم. طبعا الكتكوت الهندي بيبدا معانا من 30 جنيه، والبيضه بتبدا معانا من 15 جنيه، يعني بيضه الهندي بتبدا من 15 جنيه، والكتكوت الهندي بيبدا من عمر يوم لعمر 15 يوم ب 30 جنيه. معانا هنا كوبرا الهزاز كتاكيت للبيع، معانا براهمة للبيع كتاكيت، وان شاء الله في كل انواع، يعني لامبورجيني براهمة كاشو اي شيء ان شاء الله موجود في عالم الطيور الزينة. لامبورجيني ناس بتسألني ليه اللامبرجيني ب 3000 جنيه الديك او الفرخ. احب اقول لك اللامبرجيني هي اعلى سلالة في مصر، يعني اغلى سلالة في العالم اصلا في الطيور. ليه اغلى سلالة؟ اقول لك ليه اغلى سلالة. اللامبرجيني مناعته عالية، دي اول حاجة. اللامبرجيني اول حاجة مناعته ضعيفة، فمش موجود منه، مش متوفر منه في السوق، دي اول حاجة. تاني حاجة
الفرخه فيه لما تيجي تاكل فرخه لامبرجيني بعادل 100 فرخه من البيضه، بعادل 100 فرخه من البيضه. تاني حاجه بالنساء الحوامل بتاكلوا عشان الجنين اللي في بطنها يتغذى، او لو واحده لسه والده بتاكلوا عشان تتغذى، يعني يبقى الغذاء كامل. ليه؟ لان هي بيمنع السرطان. لامبرجيني مفيد للجسم، الحديد اللي فيه عالي جدا، وسبحان الله لحمته دي سحر، هي اللحمه سوده ومسكره كده، تلاقي انت بتاكلها كده في يعني زي سكران في لسانك، الله اكبر. يعني طبعا البراهمه، الفرخة معانا البراهمة بتبدأ، الفرخة البراهمة بتبدأ معايا من 600 جنيه لحد 2500. تقول لي اعرف البراهمة ازاي؟ اقول لك تعرف البراهمة ازاي. اول حاجة بتبقى عالية وضخمة، تاني حاجة ديلها مرفوع لفوق، شربات في رجليها، والفرخة عشان تعرف ان الفرخة اللي قدامك حلوة والله اكبر عليها بتكون العرف بتاعها احمر، اي فرخة عرفها احمر اعرف ان الدورة الدموية عندها شغالة الله اكبر. Cheese.